هما كل اللي دقوها قالوا لي جميلة جميلة جميلة، اعملها لنا على طول. بصوا بقى، انا عايزة اوريكم الصينية خلصت ازاي، هجموا عليها وانا بقطعها، يعني حبيت اوريكم بس المنظر الجميل دوت عشان اشوقكم تقوموا تعملوها حالا. يعني لو استنيت 5 دقايق كمان مش هلاقي الصينية، انا بس حاولت اوقفهم عبر ما اصور لكم اللحظة المشوقة الجميلة دي. ما شاء الله، وانا كمان عمالة اكل معاهم يعني من كتر جمالها وحلاوتها، والله العظيم طعمها تحفة. انا عايزاكم تقوموا حالا 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 تجربوها. بصوا طرية وهشة وجميلة ولذيذة وحاجة كده من ورا العقل والله، ومغذية جدا جدا جدا، فيها كمية فوائد مش في اي وصفة تانية هتلاقوها. ولا الطعم بقى، الطعم ده يعني حاجة كده ما تتوصفش. احنا دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الكيكة الحادقة. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض. انا في الطبق دوت حطيت 3 بيضات، عليهم معلقة خل، عليهم ملح وفلفل، علبتين من الزبادي، كوباية لبن، نص كوباية زيت، وحطيت اي بهارات مشكلة عندك، ممكن تحطي رشة بسيطة بس خالص، ورشة كركم، وحطيت رشة فانيليا، ومعلقة صغيرة من السكر، وحطيت كل المكونات كده على بعض، وحبة زيتون كانوا عندي كده في التلاجة حطيتهم، وقلبت الخليط الجميل ده كله مع بعض. وهنا معايا طبق مشكل من الفلفل الألوان مع البقدونس، طبق مشكل كده يعني ممكن من كل حاجة، مثلا فلفلة حمراء أو خضراء أو صفراء، وتجمعهم كلهم مع بعض وعليهم شوية بقدونس. أحط بقى دلوقتي الفلفل الألوان بتاعي كله هنا، وأحط بقى 3 كوبايات دقيق وباكو بيكنج باودر، وهنشوف الخليط معانا هيبقى قوامه عامل ازاي. حطيت انا دلوقتي على الخليط السائل بتاعي البيض واللبن والزبادي والزيت والخل والخضار اللي انا حطيته، الفلفل الالوان والبقدونس، حطيت عليهم 3 كوبايات دقيق، وحطيت عليهم البيكنج باودر، باكو بحاله بيكنج باودر. هقلب بقى الخليط الجميل ده كله مع بعض، وممكن لو حابين تحطوا في نفس الخليط مثلا حبة البركة او سمسم او زعتر تقدروا تحطوها. هقلب بقى الخليط ده كله ونصبه في القالب بتاعنا ونشوفه مع بعض. وده كده شكل الكيكة بتاعتنا الحادقة بعد ما فردتها في الصاج، دهنته دهنة بسيطة من الزيت، وحطيت الخليط ورشيت على الوش رشة سمسم وحبة البركة وزيتون. هدخلها الفرن بقى على الشبكة على درجة حرارة متوسطة لحد ما تستوي وتاخد اللون الجميل، ونقدمها مع بعض. بصوا بقى شكل الكيكة بتاعتنا الحادقة الجميلة بعد ما طلعت من الفرن. فتحت عليها الشوايه كده بعد ما لقيتها استوت، اخدت اللون الجميل دوت، ممكن يكون النص غمق مني شويه بس مش مشكله. بصوا هي طريه قد ايه، بضغط عليها طريه جدا جدا، بصوا بتنزل معايا ازاي، طريه وهشه وطعمها في منتهى الجمال. تنفع بقى للفطار الصبح كده واحنا رايحين الشغل او المدرسه او الجامعه، ومغذية مش هتحتاجوا تعملوا جنبيها اي حاجة تاني. تعالوا كده نقطع قطعة ونشوفها من جوه تبقى عاملة ازاي، كل ما تبرد كل ما تبقى متماسكة معاكوا اكتر. بصوا طرية قد ايه، بصوا جمالها، جمالها يعني لا يعلى عليه، طرية جدا. بصوا فيها الفلفل الالوان والزيتون، وكلها طبعا بيض ولبن وزبادي وجبنه، وبصوا اللون من تحت، بصوا اللون الذهبي الجميل. عايزاكم بقى تجربوها وتبعتولي تقولولي رايكم فيها ايه، فبالهنا والشفا على اللي ياكلها، وبالهنا والشفا كمان عليكم لما تجربوها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واترككم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.